وعد ووفى. السيد بهاء الحريري النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري ورجل الأعمال الناجح المقيم في الخارج، وعد بأن يكون أول لقاء إعلامي له بعد إطلاق حركة سوا للبنان لموقع جبلنا ماجازين، ووفى اليوم بوعده. بشكرك كثير شيخ بهاء، وبقول لك يعني أول شيء بتسعدنا استضافتك، بتشرفنا، ورمضان كريم لك. رمضان كريم، شكرا للاستضافة فادية. اسمح لي ابدا معك بسؤال محرج، يعني من وحي برنامجه لزميلنا وليد عبود على الاس بي اي. هلا تذكرت لبنان، هالسؤال او هالتعليق يعني كثير شفناه على السوشيال ميديا بالفتره الاخيره، لما الناس بلشت تشوفك يعني تشوف اهتمامك بلبنان، وعم بيقولوا انه ليه هلا تذكرت لبنان؟ يعني انا طول حياتي لبنان كان موجود بقلبي، يعني بمدار السنين اللي مرقت استثمرنا عملنا استثمارات كبيرة بلبنان تفوق ال 800 مليون دولار. يعني عملنا بفردان، عملنا ستيبريدج، وعملنا الابي سي فردان مع شركائنا الفضل، وكان ناجح، ووظفنا فوق تقريبا 3000 بني ادم يعني بالمشروع. هلا بالموضوع السياسي ما بدنا نكون صريحين، يعني خلينا نكون صريحين، ما كان في أي نية سياسية من قبل أو بعد، يعني ليكون عندي أي يعني أي نية إنه يكون أنا بالمجال السياسي بطريقة ما أو بأخرى، وما كان بدي يكون أي ينعطى أي انطباع إنه والله بتصريح أو بأي طريقة ما إنه بهاء الحريري هو عنده نية يفوت بالمجال السياسي. أما بمعاملات العطاء، نحن بالسنين كلها عطينا واستثمرنا بلبنان، وهذا العمل، يعني العمل هو الأساس، هو شاهد على الموضوع. ولكن العمل السياسي لبهاء الحريري هو الجديد وليس الاهتمام بلبنان إذا بدك تقول. يعني ما أظن القلائل اللي حطوا هيك استثمارات بلبنان، يعني الاستثمارات اللي عملناها هي ضخمة بالبلد، ويعني عملنا بمجالات العطاء، يعني ما كان عندنا نوح بس كنا نساعد كثير عالم. بس ما الواحد، احنا اليوم هذا شهر رمضان مبارك، اليمين ما بتعرف عملة الشمال، ايده اليمين ما بتعرف. هذا موضوع ما بحب احكي فيه، بس الحمد لله طول حياتنا كنا موجودين، وطول حياتنا عطينا واستثمرنا وساعدنا، ونفخر انه عندنا فوق 3000 وظيفة حتى لليوم موجودين، وهي 3000 عائلة نحن مسؤولين عنها. فمجال السياسي هلأ، لأنه مثل ما حكينا آخر مرة، هو الانفجار هو اللي خلى الإنسان كإنسان قبل أي شيء ما يطلع وما في يقول إنه يترك هيك انهيار يصير، يعني إلا ما بده يحاول يعمل شيء يعني لبلده. طب اليوم ومن خلال حركة سوا يعني وصوت بيروت انترناشونال من قبلها، يعني دخلت السياسة اللبنانية بوحولها ومشقاتها ومفاجآتها يعني كمان اليومية، إلى أي مدى بتقدر تمارس السياسة من خارج لبنان، وليش لهلأ بعدك برات لبنان؟ لأنه أنا بعتبر الإنجاز هو مش بالإنجاز الإنجاز الجسدي، إنما الإنجاز يعني الوجود، عفوا الوجود ما بيكون بالوجود الجسدي، إنما بالوجود بيكون بالإنجاز. ونحن الحمد لله مثل ما بتعرف اليوم مرق علينا ما في سنتين يعني بعد الانفجار، ودخلنا بالإنجازات. هي نوح، مؤسسة نوح هي مؤسسة اس بي اي، صار عندها سمعتها سابقتها بمعنى الإعلام الحر، استقلالية كاملة، وأولا أنا مستقلة مني، يعني ما بتدخل بشؤونها. يعني أكيد أنت من الإعلاميين أصدقائك بهالمجال بيعرفوا أن هذا الموضوع صار مفروغ منه، ولا موضوع سوا اللي بعتبره اليوم مثل ما أنجزنا حننجز سوا بمعنى إلى ركيزتها، إلى وجودها كحركة سياسية بالدرجة الأولى. القائمين عليها سمعتهم سابقتهم لا تدخل بشأنا، وهي حتكون إلى استقلالية كاملة بقراراتها وكيف بدها تتقدم، والقائمين عليها الحمد لله يعني سمعتهم ثبتهم بهالمجال. نعم، سوا إذن أصبحت مؤسسة حزبية متكاملة، وكما علمنا يعني عرفنا مجلسة، نعم حركة حزبية، نعم. حركة نحن، نعم. يعني سألنا القانونيين الدستوريين، يعني من بتعرفي معالي الوزير بهيش طبارة، بدي فزلكي قانونية، نحن حركة، وهذا حقنا بالقانون انه نقول انه نحن كسوا حركة، لسنا بالتيار ولسنا بحزب، انما نحن حركة
سياسية اجتماعية اقتصادية وموجودة بكل معنى الكلمة. نعم. طب مثل ما عرفنا ومثل ما شفنا يعني من تشكيلتها انه مجلسها مؤلف من 40 عضو بمجلس الامناء. يعني اول شيء شو السر بتركيبتها، خاصه انه اذا بتطلع بالهيكليه بتشوف يعني شبه دوله مصغره مؤلفه من ما يشبه مجلس نواب، مجلس شيوخ ومحافظين ومجلس تنفيذي ورئيس ونواب للرئيس يعني، وكل هيدا مع مراعاه التعدديه الطائفيه اذا بدك بلبنان. فهل كان المقصود يعني هيدا الشيء بالتركيبه يعني مراعاه اتفاق الطائف؟ والله احدى نحن عملنا اول شيء اخر سنتين ما كان فينا نعزم هالوجهاء اللي موجودين اليوم بقلب وكانوا موجودين بالاحتفال الخميس، هالاشخاص اللي هن من كل الطوائف اللبنانيه. كان عندنا اربع مكونات ليكونوا موجودين. المكون الاول من كل الطوائف اللبنانيه، المكون الثاني من كل المناطق اللبنانيه، المكون الثالث وجهاء يعني سابقتهم معروفين بالمجتمع بمناطقهم مثل الجامعة الغربية عندنا حاتم مرعبي، مثل القضاة المدعي العام الرئيس حاتم ماضي وآخره وآخره. هن أشخاص معروفين وانوجدوا كانوا بالاجتماع اللي كان الاحتفال الخميس. والموضوع الثالث هول الجماعة سمعتهم بمعنى عقود مرقت على خبرتهم بالمجالات، لأنه ما في يكون عندنا لون واحد، إنما عدة مجالات، هن قضاة، هن محامين، هن رجال أعمال، هن بكل المجالات حتى بالسياسة، في منهم فاهمين بالسياسات الخارجية، علماء بالسياسة. فالتنوع كتير مهم، لأنه مثل ما بتعرف في عنا 7 لجان، في عنا اللجنة الدستورية ليه 40، لأن اللجنة الدستورية مثلا والقانونية عليها تدرس كيف تطبيق الطائف، عليها تدرس كيف مكافحة الفساد، عليها تحط مخطط كامل كيف القضاء المستقل بده يكون. حتى لو الرئيس حاتم يعني بظن الأمناء أخذوا قرار أن يكون هو يترأس هذه اللجنة، مش لوحده في يشتغل، من هون كان في على القليلة 3 إلى 4 أمناء أو حتى منهم 5 حسب اللجنة، لأن 7 لجان. فإذا حسبت 7 لجان ضرب 4 و5 هي 35 واحد عندك المكتب السياسي، يلي هو عادة رؤساء اللجان بده يكونوا بقلبه هن 8، وعندك الرئيس ونوابه تقريبا أربعة أشخاص، 5 أشخاص، يعني عم تحكي 40. إذا حسبنا جبنا 10 أشخاص أو 15 شخص أو 20، ما حيقدر يلحقوا على المسؤوليات اللي هن فيها. من هون وهول العالم مثل ما بقول، مثل ما جيني أبعد يعني ما بأبعد رأس، هولي بركبوا وجبات مثل ما بقولوا بالعربي يعني الدارج. هؤلاء أشخاص يعني أقل واحد فيهم من الكبار منهم عنده خبرة على الأقل 30 سنة بمجال، فهؤلاء مش جايين يتعلموا على حسابنا، هؤلاء جايين بعلموا بيعرفوا كيف تنحطوا الأمور بنصابها، هي بالاقتصاد، هي بالقضاء، هي بالعدل، هي بكل شيء. وأنا إلي الشرف يكونوا معنا بهالمشوار وعندهم استقلالية كاملة كيف التوجه. طبعا ضمن الأسس السداسية اللي حطيناها هي تطبيق الطائف أولا، مشروع اقتصادي متكامل ثانيا، محاربة الفساد ثالثا، القضاء المستقر رابعا، الأمن بمعنى تقوية الأمن يعني الجيش والأمن الداخلي خامسا، ويكون عندنا هيلث كير يعني استشفاء ليكون لكل لبناني له حق. فهي هي دي حطينا نحن الأسس الستة، أما هن ككيان متكامل بين بعضهم هاي هي صفاتهم وعندهم استقلالية كاملة بالقرار. لن أتدخل أنا بصيغة القرار مثل ما عملت بكل مؤسساتي أنا كقطاع خاص، عندي 10,000 موظف الحمد لله، ما بيجي بقول أنا ل يعني رؤساء مجلس الإدارة ومدراء كل يوم شو بده يعمل شو ما يعمل. حطينا نحن الأسس وعليهم هم ينطلقوا بمسيرتهم. نعم، شو هي الأسس، الأهداف الأولى يعني الأهداف الأساس لسوا؟ الأهداف الأساس هي اللي حاطين هي الستة، أن يكون عندنا اقتصاد لبناني يكون حر سيد مستقل، الحياد، مبدأ الحياد اللي حكينا فيه مع الكاردينال راعي بروما هذا الموضوع، وكان ما كان في تطابق وتوافق كامل بوجهات النظر نحن وياه، موضوع رجعت استرجاع العلاقة
المودة والمحبة، أنا بزيد كلمة محبة بيننا وبين إخواننا الخليجيين والعرب، واسترجاع العلاقة ترجع للأمور الطبيعية بيننا وبين المجتمع الدولي، لأنه اليوم نحن كلبنان بعزلة دولية كاملة. فهيدا الفريق هو من 40 شخص هيكون هو الأساس، هو صاحب القرار كيف بده ياخد سوا لهالمتطلبات يلي ككيان بريح المجتمع اللبناني. لأنه نطلع بالخريطة السياسية اللبنانية، بكل احترامنا للخريطة، نحن بنعتبر أنه في إفلاس كامل باللي موجود، ما في استقلالية للأشخاص اللي موجودين فيها. نحن عم نعطي استقلالية كاملة الرئيس، أنا بصر أنا أصريت وعطيت توصياتي بقوة. نعم، بدي أسألك عن الرئيس شو نعم أنت، لأنه قلت ما بدك تكون الرئيس، بس أنه يمكن عندك أنه رؤية معينة لرؤية الرئيس. أنا عندي اسم، أعطيت اسم، ما دخل بموضوع الاسم، بس كان توصياتي وصيت الأمناء بقوة أن يكون مسيحي، لأنه بدنا نكسر هالوضع بلبنان، ما بعرف الكلمة العربية، بس تابو مثل ما بسموه، هالتابو نكسره. فأنا وصيت الأمناء أن يكون مسيحي، لأنه بتعرفي مثل ما عقد التأسيس بقلب سوا، الرئيس مدته 4 سنين يجدد بس مرة، أكثر من هيك ما في، لأنه يعني التجديد كتير مهم. وبتعرفي هالأمناء يعني ليش ما بدي أوصف فيهم، ليش ما بدي أوصف فيهم، هني مبادئهم مبادئنا، قيامهم قيمنا، وجهاء رجال ونساء من كل المناطق اللبنانية، سمعتهم سابقتهم، لا غبار عليهم، ليش ما بدي أملهم؟ ومبدأهم زيت مبدأنا، فعندهم استقلالية كاملة، بالعكس قوتهم قوتنا واستقلاليتهم استقلاليتنا، وهن مثل ما شايفي من كل المناطق اللبنانية. أما توصيتي كانت أنا أنه طبعا يكون الرئيس مسيحي. طب ياريت ذكرت أنت بعض الأسماء، ياريت بعد أنه هيك بس تعرفنا عن بعض الأسماء اللي يمكن معروفة عند اللبنانيين، يعني نعم اللي موجودين بالجامعة المرعبية. ما رح أسألك مين رح يكون الرئيس لأن أنت ما بتعرف، بس بعرف أنه عندك بس هيدا المطلوب. نعم، شو اسمه يلي فيني أعطيك بعض الأسماء، ونحن برجع بقول نحن فخورين بهالأسماء الموجودين معنا بالمشروع. كمان شغله كتير مهمة ضروري العالم تعرف، إنه الأشخاص اللي هني بالأمناء ما إلي 3 أشهر بعرفهم من أصل 40. هالأشخاص بل هلأ تعرفت عليهم، مش إنه محسوبين علي والله بعرفهم وصل لي سنين عقود بعرفهم وعلاقة قديمة معهم، ومن المستقبليين سابقين، ما في حدا منهم مستقبلي ولا أبداً أبداً أبداً. خلينا نقول من أصل 38 فيني أكد لك أنا بعرف 3، يلي هو جوزيف الحلو وبيتر طنوس وصافي كيلو. جوزيف الحلو مثل ما بتعرفي كان مع الوالد بقلب سعودي أوجي، ونقل معه لما على لبنان، لما كان مسؤول عن مشروع الضاحي الجنوبي بس فشل، لأنه بتعرفي الحزب ما خليه يشتغل، وبعدين نقل معي على العبدلي. فهيدا إحدى الأشخاص اللي كان موجود، بيتر طنوس صديق قديم صديق الوالد، وصافي كيلو أكيد بتعرفي اسمع مسمى، يعني ما لا لا يعني صافي صافي. أما ال35 الأشخاص الباقيين ما بعرف حدا منهم، هلأ تعرفت عليهم وإلي الشرف إنه تعرفت عليهم، والحمد لله يعني أنا بتواصل دايما معهم، بحكيهم بتواصل معهم، لأنه التواصل كتير مهم. حدلني عضو المدة زمنية قليلة لحتى تتثبت الأمور، لأنه بطلب منهم بآخر اجتماع، كان عنا اجتماع جمعة، طلبوا مني أنه يكون موجود، قلت لهم بكون موجود أنا كعضو لمدة زمنية بسيطة، بس ما بترأس شيء، ما بكون رئيس لجنة، لا أترأس المكتب السياسي، ما بترأس شيء، بس بكون معهم، لأنه بطلب منهم هذا الطلب. أجا آخر اجتماع كان عنا يا الجمعة. وإذا بدك تعرفي مين، في كتير أشخاص يعني برجع بقول القاضي بلال وزني، فادي الدعوة رجل الأعمال، فيصل شتيلة، ميجاديش بوردوكيان اللي هو كان بالبنك المركزي اللبناني، مارون حتي اللي هو بالموضوع الأمني، خبير بالموضوع الأمني، جورج غانم، نجيب جعشان، رجاء إدي، سامي سليم، ميريال بانوسيان، وعدة أشخاص يعني هني قائمين، والحمد لله يعني إلنا فخر يكونوا معنا بهالمشوار. ما حدا منهم مرشح على الانتخابات؟
نحن قلنا بعقد التأسيس إذا حدا منهم بده يترشح له حق يترشح، أما إذا ترشح بالانتخابات ما في يكون بأي لجنة ولا له حق يترأس أي لجنة، بس هو بيكون بدله إحدى الأمناء له حق بالتصويت. أما إذا بكرة انتقل للسلطة التنفيذية اللبنانية تعلق عضويته لحتى ينهي مهامه بالسلطة التنفيذية اللبنانية، مهما كانت هي وزارة أو 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 موظف دولي أو 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 محافظ أو رئيس بلدية، تعلق. لا ما يعني ما بنطرد، نحن بتعرف هو لجماعة خير وبركة، بس تعلق عضويته لحتى ينهي مدته بالمجال التنفيذي. نعم، تراهن على سوا بأنها ستعمل على إرساء المشروع الديمقراطي بلبنان، فشو اللي بتحمله هيدي الحركة ومنه موجود لدى سائر المنظمات والحركات والأحزاب الموجودة بلبنان؟ يعني شو مشروع سوا يعني باختصار؟ مشروع مثل ما قلنا عنده صار عنده مكنة، نحن عنا فوق 10 مكاتب، عنا 80 موظف، عنا مئات المتطوعين اللي بيوصلوا لعشرات الألوف من اللبنانيين. فشو عنده سوا؟ عنده استقلالية. أنا مش رئيسة، مع هيدا اللي عم نحاول نقوله، إنه نحن جايين نحط نموذج ديمقراطي بكل معنى الكلمة، لا يتحكم به شخص، رجل أو امرأة. هيدا النموذج بحد ذاته هو قائم بحد ذاته، فالفرق بينه وبين غيره هو قائم بحد ذاته. الرئيس منهم، نواب رؤساء منهم، اللجان منهم، هني عندهم استقلالية كاملة بالقرار، لا يتدخل أحد خارج الأمناء، لا يتدخل. وأولهم بهاء الحريري، لن نتدخل بهذا الموضوع، حنعطي كل المقومات. مزبوط، بهاء الحريري هو الممول، مزبوط، بهاء الحريري هو الراعي والمهندس للمشروع، ما بقول لا، بس ما عملنا زي الشيء بأس بي آي فادي، وانت انت أختنا بالإعلام، انت بتعرفي، فهل عم نتدخل بأس بي آي؟ هل حنجي نقول لهم مين يعزموا، مين شو يحكوا لا، ما بيجوز. هل هذه طبيعة عملي؟ أنا بكل عملي بالعالم عندي شي 7 شركات، مش قاعد ما فيك تفوت بكل شهر دول، ما بفوت ولا ممكن. هيدا هو سر النجاح. فشو الفرق بينه وبينه؟ استقلالية كاملة بقراره. الرئيس هو رئيس وهو صاحب القرار وهو اللي بحط السياسة، ونحن عطينا الأسس، نحن حطينا الأسس. بس بكرة بنيجي بنقول كانوا عم يحكوا بشغلة إي governance مثلا، إذا نحط موضوع التكنولوجيا بالدولة اللبنانية، ما عاش في بين المواطن اللبناني والموظف طبعا القطاع العام، بصير كله على الكمبيوتر. هيدي كل الدراسات بتقول إنه الفساد بينزل 70% بالدوائر الحكومية يعني. فهيدي أمور هني بدهم يدرسوها، بدهم يشوفوها. وبرجع بقول هولي جماعة مش جايين يتعلموا، خبرتهم هالي في مكنة، عطينيهم كل المقومات بالإعلام بالمكاتب، برجع بقول عنا 80 موظف اليوم، بالمتطوعين، لأنه مؤمن في عالم كتير مؤمن باللي عم نعمله. شو الفرق بينه وبينها؟ بينه وبين غيرنا استقلالية كاملة بالقرار، كامل كامل، لا تدخل من بهاء وجر. طبعا أنا أتواصل معهم، بتواصل دايما معهم، هد بيحكوني أنا بحكيهم، ما فيني أحكي 40 واحد كل يوم، بس تواصل دائما. لما شفناك مرشح للانتخابات ولماذا لم تؤلف لائحة انتخابية، خاصة وأنه الساحة السنية شبه خالية حاليا من قوة سنية مؤثرة تأمن التوازن؟ يعني صار التوازن إذا بدك مفقود. نحن يعني من هذا الموضوع مثل ما حكينا، بده يعمل نائب، بده يعمل وزير، بده يعمل رئيس وزراء، هلكنا من هالقصة خلاص. يعني أنا رأيي بعد الإعلان اللي عملناه الخميس، المشروعنا أنا أفتخر واليوم أنا صايم، أفتخر إني أنا سني، بس أنا قبل أي شيء لبناني، أنا مواطن لبناني، أنا فخور بلبنانيتي. فمشروعنا مشروعنا وطني، مش مشروع طائفي معين، مع إنه أنا أحترم إنه أنا من الطائفة السنية، الحمد لله إني صايم اليوم بهالشهر الكريم. نحن ما لا نؤمن بالإلغاء، رفيق رحمة الله عليه ما بحياته آمن بالإلغاء. نحن استراتيجية مين حنسند بالانتخابات حتتوضح إن شاء الله من هلا أسبوعين ثلاثة، بس مش هيدا المهم، مش الليستة المهمة أو الشخص المهم مين بدنا نسند، بدنا المهم إنه كيف بدنا ناخد لبنان للقرن 21. حطينا كيان، عطيناه كل المقومات، وعطيناه استقلالية كاملة، عالم جمع سمعتهم سابقتهم لهني ياخدوا البلد لبر الأمان، لأنه هيدا المطلب اللبناني. إنه كيف؟ لأنه اليوم الخريطة السياسية اللبنانية بحالة إفلاس.
قلة إفلاس. عفوا، بس ما بعرف إذا هي مبينة على الشاشة. هل تخبط الثورة بتشكيل لوائح موحدة خيب أملك؟ كيف بتنظر إلى ما يجري على هذا الصعيد؟ كل يوم عم نشوف يعني خلافات كتير بين يعني بين الثورة، بين أعضاء إذا بدك بمجموعة ثورية للثورة وحدة، بين تشكيل لوائح بالمناطق نفسها، يعني في خلافات كتيرة. هل خيبوا أملك؟ يعني أنا نوعا ما فيني أقول زعلت إنه ما بدي ما فتي بس ما بدي استعمل كلمة خيبة أمل. زعلت لأنه بدي التوحيد بالثورة، بدي إنه الثورة تحكي بإيد بكلمة واحدة. فزعل إيه، ما بدي أقول خيبة أمل، لأنه أنا دايما بتمنى لهم كل الخير وبتمنى إنه يكون في توحيد بالكلمة، لأنه كل ما يكون في توحيد معناتها في قوة، مسلمين ومسيحيين. أنا بعتبر هذا هو الأساس. مشان هيك نحن مش حنسند بس يعني إن شاء الله العالم يلي هن بدهم البلد والسياديين واللي بدهم مصلحة البلد، بس كمان يلي بدهم يقولوا إنه نحن مسلمين ومسيحيين إيدنا بإيد بعض لحتى ناخذ البلد لقدام. عم نعمل قدر المستطاع لحتى نوحد الصفوف وتكون الثورة عم تحكي بكلمة واحدة. هذا الموضوع عم نشتغل عليه للنهار. نعم، بحفل إطلاق حركة سوا للبنان وبكلمتك بالافتتاح قلت إنه عم تخوضوا الانتخابات ليس ترشيحا وإنما عبر دعم التغييريين. هل يمكن يعني إطلاعنا على بعض الشخصيات أو اللوائح اللي عم تدعموها أو اللي رح تدعموها، أو شو رح يكون شكل الدعم؟ نحن حنسند بكل المقاومات اللي عنا اياها، بس استراتيجيه الدعم بتبين معنا ان شاء الله في الاسابيع المقبله. انا بفضل هذا الموضوع يعني ما منفوت فيه، لانه انا بعد مش هذا هو الاساس. الاساس للبناني اعطينا اليوم كسوا والتزمنا باستقلاليه سوا ككيان بقدرته بمقاوماته. انا سمعت كلام اللبنانيين بالخارج وبالداخل، اللي فهمته انه بده يكون في كيان فيه يعتمد عليه، مش زعامي، مش اقطاعي، بده يكون في نموذج ديمقراطي بكل معنى الكلمه. وهيدا الشغل اللي اشتغلناه صرنا يعني فوق السنه، كنا بمرحله تاسيسيه اول شيء، مرحله تاسيسيه. ما فيني انا وعم زبط المكاتب عم حط اس بي اي وعم حط نوح اجي اعزم وجهاء البلد اقول لهم تفضلوا اقعدوا على الطاوله، خلينا يعني نمشي. هلا خلصنا هذا الموضوع، مشان هيك صار فوق الاربع اشهر عم نشتغل، والحمد لله يعني بالافتتاح الخميس توضح انه في استقلاليه كامله للكيان، هيدا الكيان واول استقلاليه كامله من بهاء الحريري بصياغه القرار. من الواضح يعني انه عندك حماسه للانتخابات النيابيه وعلى قدرتها يعني على التغيير. بذات الوقت يعني في جهات بالثوره بتعتقد انه الانتخابات فخ ومن شان حصولها يعني تجديد اعطاء الشرعيه لقوى الامر الواقع والسلطه الفاسده المتحكمه بالبلد، فيعني من وراها طبعا حزب الله وايران. فشو رايك بهالموقف، يعني موقف مقاطعه الانتخابات؟ نحن بالنسبة لنا بدنا الانتخابات تصير بوقتها. يمكن الفريق الثاني اللي هو اللي ماسك يعني اللي خرب البلد بهمه انه تتأجل الانتخابات. نحن بدنا الانتخابات بوقتها، واذا صار في تأجيل نحن جاهزين نكون الانتخابات بوقتها، او اذا صار في تأجيل نكون جاهزين لما بعد التأجيل. بالنسبة لنا الطريقة الوحيدة التغير بيكون هو عبر الانتخابات، لما المواطن اللبناني يمسك هالورقة ياخد خياره وينزل ويكون خياره صح. نحن عم نقول نصوت ضدهم، يلي بهمنا حملتنا صوت ضدهم، مسلمين مسيحيين علينا صوت ضدهم. هاي المنظومة معروفة من هي. إذا 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 المعارضة بعدها مشرزمة أكيد نحن بنعرف مين يلي علينا ما نصوت لهم، فصوت ضدهم. نحن عم نقول صوت ضدهم، هيدا الأساس. مش عم نقول لمين تصوت، لأنه برجع بقول نحن أهم شيء عنا عم نقول نحن مشروعنا ديمقراطي كامل شفاف مستقل. فموضوع الانتخابات صارت وقتها نحن جاهزين، وإذا هني نوي يأجلوها كمان نحن حنكون جاهزين بهالموعد، لأنه نعتبر التغير الوحيد ما بيكون بالعنف إنما بصندوق الاقتراع. رح تصوت أنت بالانتخابات؟ أنا تسجلت
نعم تسجلت وجاهزين، يعني لما ينهار الانتخاب سجلت من مدة، صار لي فوق 6 أشهر كلنا مسجل نعم الحمد لله. كلنا يعني الحمد لله طبعا، لأنه التغيير ما بصير إلا بالاقتراع. نعم نعم بعض يعني الأحزاب السيادية بعرف أنه حاولت تتواصل معك ومع حركة سوا لا تنسيق للانتخابات، ولكنك فضلت البقاء يعني إلى جانب ثوار 17 تشرين. ما بتعتقد يعني أنه السياديين لازم يكونوا يعني أي وحدة مواقفهم لحتى يكونوا أقوى يعني بالمجلس المقبل وبالمرحلة المقبلة؟ نحن بنرجع بنقول انه العلاقه ما بعد نحن كل شيء عم نشتغله مش ل 15 ايار، أيار عم نشتغل ل 16 ايار. مشان هيك هالاشخاص الموجودين اليوم والقائمين على سوا عم نشتغل مش لنهار الانتخاب، مين هي الليستات، مين هي الاشخاص، خلصنا. نحن عم نشتغل لما بعد 15 ايار، عم نشتغل عم نقول انه هالاشخاص يلي قائمين على هالمشروع قدرانين ياخذوا البلد للقرن 21. اما اي شيء بيتعلق مع اي فريق طبعا مش من المنظومه بده يتعاون ما بعد الانتخابات لمشروع مثلا محاربه الفساد او تطبيق الطائف او استقلاليه القضاء او مشروع اقتصادي متكامل منطقي ينحكى فيه، هون بينعرض مين وضع جدول للامور وسوا برجع بقول هن وجهاء مخضرمين بكل المجالات رجال او نساء، بينقعد مع هالأشخاص الفريق الثاني إذا في تطابق وتوافق بالاستراتيجية لإخراج البلد من المشكلة اللي فيه. إحنا يعني طبعا هذا قرار لسوا هياخدوا قرار. أنا توصيتي بهالموضوع إنه طبعا إذا في توافق وتطابق بأمور معينة لا تتناقض مع الاستراتيجية تبعيد سوا، طبعا الرئيس هو له كلمة الأخيرة مش أنا بس، يعني من اجتماعنا مع الأربعين الأشخاص هنا القائمين على الموضوع ما حدا عنده مشكلة مع الموضوع. يعني بالعودة لروما ولزيارتك لهنيك ولقائك بالبطرك الراعي، يعني شفنا صورة بتجمعكم إيد بالإيد وكانت يعني طبعا إلها معانيها، وكنت مرتاح كتير يعني لنتائج هاللقاء لدرجة إنه دايما بتحكي فيه. فيعني شو كانت الأمور اللي هالقد توافقتوا عليها ونظرتكم لقدام أنت وياه؟ قبل أي شيء أنا بعتبر الكاردينال راعي أب روحي لإلي، أب روحي لإلي، وأنا بعرفه إنه هو أب كل اللبنانيين، بس بالنسبة لإلي بتعرفي لو الوالد بعده حي يرزق الكاردينال أكبر من والدي بالعمر، فأنا بعتبره أب روح لإلي قبل أي شيء. وواضح إنه اليوم ما عادش هو يتيم ولا إحنا يتيمة، كان بوضع لوحده، كان كله عم بحاربه، يعني القيادات حتى بالطائفة المارونية الكريمة أو السني أو الدروز أو كله كان عم بحاربه. اليوم لقينا بعضنا، ما عادش حسيت حالي ابن يتيم، حسيت أب روحي عند بوجودي معه بروما، وحسيت إنه في توافق وتطابق كامل كامل بوجهات النظر. وقلت له آخر شيء نهاية الحديث، قلت له نحن مسلمين سني بس هاي زيجي مارونية، فنهايتها مع الطريقة يعني. وكان طبعا التواصل دائم مباشرة وغير مباشرة صافي، يعني بتعرف بتواصل دائما معهم، فالتوافق والتطابق بالوجهات النظر كامل بكل الأمور. وطبعا نحن يعني برجع بقول بعتبره أنا أب روحي لإلي قبل أي شيء، قبل السياسي وقبل الاقتصاد. والأهم شيء الكلام إنه اتفقنا إنه هالعلاقة ستبنى على أسسين فادي. الأساس الأول هو الصدق، والثاني حفظ الأمانة. نحن كلبنانيين بدي انتقل بس على موضوع تاني كمان، يعني يمكن ما حدا هلا عم بيسألك فيه، يمكن من زمان قبل احداث لبنان، وقت كنت يعني احداث لبنان الاخيره باخر سنتين، كانت المقابلات معك تصير كرجل اعمال وكحدا لبناني عايش برا، بس احنا يعني بشكل عام ما كتير بنعرف عن بهاء الحريري الشخص، يعني بنعرف انك
ابنه للشهيد رفيق الحريري، وبنعرف انك رجل اعمال ناجح رفض انه يرث العمل السياسي عن والده بعد استشهاده. فمين هو رفيق، عفوا، من هو بهاء الحريري وماذا يريد للبنان؟ أنا بدي لبنان يتعافى، بدي البلد يتعافى، بدي شعبه يتعافى، ترجع كرامته. يلي بدي إياه، يلي كان الوالد بده إياه لبلده، بلد حر مستقل. مثل ما بقول، كانت اللقمة وصلت على التم قبل اغتياله. كنا على أبواب خلص استقلال كامل، يعني إنه القرارات انه انسحاب سوريا، حزب الله يسلم سلاحه واختلوا رحمة الله عليه. اللي بدي اياه، بدي مطالبه هي استكمال مسيرة رفيق رحمة الله عليه. وطبعا نحن اليوم القرن 21، ما فينا نقول نحن اليوم 1990، العالم اختلف. اليوم في كتير دول عربية مضت سلام مع اسرائيل، هذا الشيء كان لا يعني بالخيال فكر فيه بال 1990 او بال 2005 حتى، هذا كان خيال. لأنك هذا هلأ نتطلع كثير دول عربية مضت سلام، فعلينا نتأقلم بهالوضعية. يلي بدي إياه، اللي بدي تكملة مسيرة رفيق رحمة الله عليه. وطبعا ننظر وين بده يكون لبنان، طبعا بالحضن العربي، وطبعا مع المتغيرات اللي شفناها من 2005 ل 2022. انا رايي لبنان عنده عده مقومات هائله، هي بالتعليم، هي بالطبابه، هي بالقطاع المصرفي، هي بالسياحه، وعده مشالات تانية. انا بعتبر لبنان اذا في سلام بكره مع اخواننا العراقيين، طبعا انا بؤمن بالحدود، ما بنتدخل بشؤون غيرنا، يعني انا انسان بؤمن بالجغرافيا يعني. فمن هون أنا عم أقول إنه مجال لبنان واسع، وعلينا تكملة مسيرة رفيق طبعا. ونتطلع اليوم نحن سنة 2022، وين بده يكون لبنان، شو دوره بمحيطه العربي وطبعا بالمجتمع الدولي. ما ننسى لبنان، ما بظن أنا اليوم المغتربين، أنت قلت إنه أنا ما تعطيت، طبعا ما تعطيت، وأنا بعتذر للمغتربين، لأنه ما بدي كان يكون أي انطباع أنه أنا بدي أتدخل بالشأن اللبناني. من هيك كنت أنا أكثر منغلق على موضوع العلاقة، مع أنه أصح لي عدة مرات يعني بيتر طرنوس وغيره أنه نجتمع مع الجالية اللبنانية. خفت بكل صراحة فادي أنه تترجم أنه أنا بدي أتدخل بالشأن اللبناني، وأنا هيدا الموضوع كنت كتير حريص عليه مشان ما يبين ينسم علي أنه أنا حطيت منخاري بهالموضوع بطريقة أخرى. بس أنا هلأ جاي على مثلا على أمريكا، وبتمنى أتعرف قد ما فيه، نعمل عدة إفطارات مثلا بمجيئة هلأ بنيسان، وأتعرف على الجالي الكريم يعني، طبعا من كل الطوائف يعني. وهيدا موضوع نحن هلأ أسسنا سوا مرتاح، فبعتبر موضوع العلاقة مع الجالي اللبنانية الخارجية موضوع أساسي بالنسبة لي، لا يصير في تعارف نحن وياها. أنت مغترب إذن حابب تساعد بلدك، هيك أنت عرفت عن حالك في مرة، كنت هيك عم تقلي أنا مغترب وحابب ساعد بلدي. طيب بأي طرق الاغتراب بيقدر يكون فعلا مؤثر؟ هلأ كتير عم نشوف يعني الكلمة ما بيقولوا، في اتكال على المغترب وفي انتظار أنه هالمغترب يتحرك، عدا عن أنه يعطي صوته بالانتخابات، ممكن يأثر بمناطق وممكن ما يأثر، بس شو دور المغترب؟ ليش هلقات في طلب على المغترب انه يكون involved بلبنان؟ المغترب اللسع، المغترب انغدر، حط امواله بلبنان، انضرب راس ماله بالبلد. اليوم بدنا اولا قبل اي شيء، مش شو نطلب من المغترب، شو علينا نعطيه كلبنانيين، وانا واحد من المغتربين، فانا بتطلع مثل غيري. اليوم علينا نعطي استقرار، امان، نعطيه منظومة ديمقراطية، لأنه أكثر المغتربين، فهذا أنت بتعرفه وأنا بعرف، مش عايشين بالصين أو بروسيا، أكثرنا عايشين بالغرب، دول الغرب. دول الغرب يعني دول ديمقراطية منفتحة، فيها محاسبة من أعلى رأس، من الرئيس أو رئيس الوزراء أو مستشار مثل ألمانيا. هو
قيد المحاسبة من السلطة التشريعية. فاليوم بدنا قبل أي شيء نقول له شو بده للمغترب، نعطيه كل المقومات لنطمنه، نعطيه راحة بال إنه لا صار في بلبنان صار في وضع ديمقراطي منفتح، صار في محاسبة، صار في إذا حطيت رأس مالك مش حتنسرق، صار في محاربة للفساد، صار في استقلالية للقضاء. ومن هون إلنا حق وقتها، هون إلنا حق نقول للمغترب اللبناني نحن عطيناك كل المقومات لتجي تقعد وتعطي لبلدك الأول وتعطي اهتمامه باستثمارك بوجودك بكل شتى الطرق تساعد. وعلينا نحن نطلب منه للمغترب شو المطلوب مننا غير موضوع محاربة الفساد، لأنه هيدا أقل الإيمان، غير موضوع استقلالية القضاء، غير موضوع أن يكون في ديمقراطية. شو هي المقومات لنسهل لك الاستثمار؟ شو المطلوب مننا لنعمل لك إيه لتجي وتستثمر بلد وتنهض تساعدنا بنهضة لبنان؟ فعلينا نحن نعطي المقومات للمغترب اللبناني، لحتى مش بأنه نطلب دايما نطلب وما عم نعطي شيء. علينا نعطي الاستقرار، محاربة الفساد، القضاء المستقل، إعطاء يكون لبنان سيد حر مستقل، الحياد، إعادة اللحمة مع إخواننا الخليجيين والعرب والمجتمع الدولي. ونقول له للمغترب اللبناني شو المقومات القانونية، شو هي التسهيلات اللي بدك إياها لتجي تفوت وتستثمر. أنا بعتبر كمغترب أولا علينا نعطيه كل هالمقومات ليقدر يجي ويقول أنا هون صار عندي استعداد، الثقة رجعت، إنه وأنا رأيي مش هيجوا، حيركضوا وقتها ليساعدوا بلد. ما بظن أي واحد مننا كمغتربين، أنت وأنت منهم أنا منهم، إذا هيدا الشيء وجد حنركض لنساعد البلد. نعم صحيح. يعني بعد عندي سؤالين، ما رح طول عليك أكثر من هيك، بعرف صايم وتعبان. شو تعلمت من والدك الشهيد، وشو تعلمت من أخطاء أخيك الأصغر الرئيس السابق سعد الحريري؟ تعلمت من الشهيد الصدق، تعلمت من الشهيد حفظ الأمانة، تعلمت من الشهيد الوعد، وعد الوعد الوعد الحر دين. تعلمت من الشهيد إنه لما الإنسان بحط 10 أهداف يا ابني ما بتوصل 10، إذا وصلت على 5 بتكون نجحت. تعلمت من الشهيد رحم الله امرئن عرف حده ووقف عنده. تعلمت من الشهيد قد بصوتك مد إجريك. تعلمت من الشهيد إنه نحن هيدا البلد موزايك، إذا منطلع بكل شقفة حلوة كتير، بس إذا ابتعدنا واطلعنا على هاللوحة أحلى بكتير بتكون. تعلمت من الشهيد كتير دروس، إذا بدي أحكيك فيهم تاخد معي مش أيام ولا أسابيع ولا أشهر سنين. وما حدا أكبر من بلده، ما حدا أكبر من بلده. فكتير يعني هيدي، يعني أنا دايما بيسألوني على الولد يقولون أنا ما حعلمكم كيف مات، حعلمكم كيف عاش. فهيدي أمور يعني الحمد لله، يعني بالنسبة لي أنا رضا الوالدين مش بالحياة إنما بالممات، وأنا الحمد لله يعني مشيت على يعني على هالأسس، والحمد لله نحن بألف خير. نحن خيي بحترمه وبحبه وبريده، بس برجع بقول العائلة إلى حرمتها وإلى كيانة بالنسبة لي. بس كمان برجع بقول مثل ما قلت قبل إنه الفرق شاسع جدا بالتفكير بكل الأمور، بكل يعني بشتى الأمور الفرق شاسع. يعني فينا نقول سبع بهالشهر الكريم سبع سماوات انطباق الفرق بالتفكير بيننا وبينه. أما الوالد في تطابق كامل يعني بالقلب وبالعقل بكل شيء عم نعمله. طب هل لا يزال عندك أمل بأن تصل الأمور إلى خواتيمة بالنسبة لكشف ومحاسبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وهل لها السبب أنت يعني تراهن على التغيير الآتي، يعني الذي قد تأتي به الانتخابات؟ يعني ممكن هيدي بنتيجة الانتخابات نوصل لمجلس نواب حر، لمجلس وزراء قادر يشتغل، ونقدر بالنهاية نوصل لخواتيم هيدا القضية. احنا بالنسبة لنا كتير مبسوطين بقرار محكمة الاستئناف يلي عطت يلي لاقت مرعي
وأنيسي يلي هني أعضاء بحزب الله، إنه هني كانوا مسؤولين باغتيال الوالد. تعرفي هيدي المحكمة قرارها كان كل القضاة ما حدا منهم رفض القرار. كنت عم بحكي الرئيس حاتم، قلت له شو رأيك؟ قال لي هذا قرار قاسي، بمعنى لو واحد من القضاة رفض القرار كان قرار ضعيف يعني قابل للاجتهاد، كونه كلهم أخذوا هالقرار معناته قرار قاسي، معناته ثبت بدون أي شعرة شك إنه هالأشخاص يعني بمعنى كان في تنسيق كامل باختيار رفيق الحريري، معناتها الحزب هو المسؤول على اختيار القرار، كان القرار قبل يختلف. نعم يعني يعني اليوم ما فيك تقول ما بقى فيهم يقولوا هذا اتهام سياسي صار. لا 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 هلا خلص، هلا يعني بدون اي شك خلص، يعني ما في اي غبار عليه هذا الموضوع، واضح ثبت الموضوع انه هني مع مصطفى بدر الدين بالاغتيال، معناتها الحزب هو مسؤول على اغتيال رفيق الحريري، هذا موضوع خلص لا يعني ما حاش في حدا يشك فيه. وبالنسبه لنا يعني الحمد لله هي مسيره رفيق رحمه الله عليه نحن مسؤولين عنها وقائمين عليها. وطبعا هذا اللي قلته أنا بالخميس، هذا اللي بده رفيق الحريري. رفيق الحريري بده لبنان يكون، لأنه مرة كنت واقف أنا وياه فوق السراي الحكومي، نسيت الكلام بس إنه إذا يعني ما بتدوم الحكم ما بدوم. لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، لما وصلت إليك طلع فيه وقال لي طلع يا بابا. يعني هذا الموضوع من هون نحن عم نثبت استقلالية كاملة لسوا ديمقراطية. مثل ما بتعرفي سوا هي عبارة عن كيان مستقل، عطيناه كل المقومات ومقوماته هائلة ككيان اليوم. لا يقدر نجي نقول هيدا كيان فينا كلنا نعتمد عليه ويقدر ياخذنا لبر الأمان. فبالنسبة لي المحكمة هي عبارة عن فصل أساسي، عطت الحق لأصحاب الحق، وهيدي المسيرة نحن مسؤولين عنها، ما حنتركها، مكفين فيها. وأنا بعتبر دلالة كبيرة كمحكمة، محكمة التمييز اللي أخذت دلالة كبيرة شو 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 وضع المستقبل. هيدا كيان حزب الله هو المسؤول على قتل رفيق الحريري، وعليه أخت النهار بده يتحمل كامل مسؤولية هذا الموضوع. وإن شاء الله يعني العدالة بدها توصل للجميع، بس واضح إنه معاش موضوع مثل ما قلت السياسي صاروا هني مسؤولين كليا على اختيار رفيق الحريري، وهذا بالنسبة لي تغير جذري، أنا اعتبرته زلزال لما طلع القرار. وقلنا إنه هيدي المسيرة نحن صافي، مثل ما بتعرف نزل على قبر الشهيد رحمة الله عليه وقال إنه هيدي مسيرة مكفين فيها نحن، ما مسؤولين عنها ونحن مكفين فيها. وهيدا كيف الكيف عبر السوا اللي حكينا فيه استقلاليته، ومن الأمناء اللي حطينيون وهلكنا للاقيون لمعلوماتك يا فادي. الحمد لله لاقينيون ونحن مبسوطين فيهم قد الدنيا، وحنعطيهم كل الاستقلالية وكل كل القوة لحتى يتقدموا وياخذوا البلد ان شاء الله لبر الامان. مبروك مبروك سوا للبنان، ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق يعني بجهودهم كرمال لبنان، وبنتمنى لك التوفيق يعني بمسيرتك السياسيه وبكل اللي عم تقوم فيه كرمال لبنان، وان شاء الله بنلتقي قريبا بواشنطن اذا الله راد. ان شاء الله. شكرا.